السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بماي لوفلي تويز. اليوم معنا لعبة طقم الشاي للأميرات، معنا سندريلا وأريال وسنو وايت. جبت مجموعتين، هاي المجموعة وهي لأنه معها حلويات كمان حبيت جيبها عشان تكمل هذا الطقم. طبعا المجموعتين اللي معنا اليوم هن من ألعاب ديزني الأصلية، مش شايفينهم مكتوب ديزني. هلأ خلونا نفتحهم نتعرف عليهم نشوفهم مع بعض. هاي أول مجموعة بعد ما فتحتها، مثل ما شايفين ألوانها كتير زاهية وحلوة، لونهم زهري وفوشيا ومزخرفين شوي بالفضي. معنا أول شي الفنجان، مثل ما شايفين لونه كتير حلو وزهري فاتح، وعليه هون حرف دي معناته ديزني. كمان معنا هون إبريق الكريمة أو الحليب، كمان مرسوم عليه الشعار تبع ديزني، كتير كتير موديله حلو مثل الطقومة الحقيقية، كتير كتير حبيت هذا الإبريق. معنا كمان هون إبريق الشاي، الغطا تبعه بينفتح ومثبت بالإبريق، إله كمان أرجل عشان يوقف لحاله الإبريق مثل ما شايفين هيك عشان ما يقلب ويوقع. مزخرف من هون بطريقة كتير حلوة، حتى الأرجل تبعه مزخرفة والإيد كمان مزخرفة شوي. عليه ستيكر كمان أميرات ديزني، معنا سندريلا وأريال وسنو وايت. كمان حلو كتير حبيته، كتير ألوانه حلوة. معنا كمان هون علبة السكر، ملزق الغطا عشان ما يوقع. كمان مرسوم عليه شعار ديزني، إله إيدتين من هون. طبعا العلبة بتنفتح، كمان ألوانها كتير كتير حلوة، كتير شكلها حلو عن جد مثل الحقيقية. تمام، شعار بس مرسوم من طرف واحد. معنا كمان فنجان تاني بالمجموعة، نفس هذا ونفس الرسم اللي عليه. معنا كمان صحنين مزخرفين كمان عليهم ورود، انتم شايفين هون في ورود، هون كمان كمان مزخرفين بالفضي من هون على داير الصحن. كتير حلوين كمان الصحون، بتحسون كأنه شكلهم مثل وردة، كتير حبيت الصحون عن جد شكلهم فعلا مثل أشياء الأميرات. معنا كمان آخر شي المجموعة، معلقتين معلقة للسكر حطها بقلب علبة السكر، ومعلقة لنحرك فيها السكر أو الكريمة، إذا حطينا كريمة مثلا نحرك فيها. كمان كتير حلوين المعلقتين، كمان معلقتين عليهم شعار ديزني لونهم فضي وفوشيا، كمان كتير حلوين ولابقين مع المجموعة، كتير كتير حبيتهم. هلأ صار وقت نفتح المجموعة التانية ونتعرف عليها. المجموعة التانية كمان جاي فيها إبريق، نفس الإبريق اللي طلع معنا أول مرة، كان مرسوم عليه الأميرات سندريلا وأريال وسنو وايت، نحطهم جنبه. صار عنا إبريقين،
كمان جاي فنجان بس واحد هالمرة، نفسه كمان مرسوم عليه شعار ديزني، نفس الزخرفة اللي عليه. كمان طلع معنا صحن تالت، صار عنا 3 صحون، في معلقة كمان، كل صحن بيجي معه معلقة. وآخر شي بالمجموعة جاي معنا الحلويات. أول شي معنا الكب كيك مزينة بالكريمة وعليها كمان شوية سكاكر، كتير حلوة الكب كيك، من هون لونها أبيض، حطها على الصحن. وآخر قطعة معنا لليوم هي الباي أو التارت، عليها من هون كراز، وفي عليها كمان كريمة، يمكن قطعة سميري، كمان كتير حلو شكلها. حطها على الصحن التاني. هيك صارت مجموعتنا جاهزة لنعمل حفلة شاي نحن وأصدقائنا. كتير حلوة المجموعة، عملتلكن ألوانها زاهية. صار عنا إبريقين، 3 كاسات، 3 صحون، 3 معالق، بس إبريق الكريمة واحد، وعلبة السكر كمان واحدة. طبعا كمان نقدر نحط الفناجين على الصحون، كل فنجان كمان نحط من جنبه المعلقة. لأنه كل صحن جاي معه كاسة، كمان هيك كتير حلوين مثل ما شايفين. كمان هيك طلعوا كتير حلوين، نقدر ناكل معهم كمان حلويات. أول شي نصب الشاي، نحط الكريمة، نحط السكر، ونحرك. هاي كانت مجموعتنا لليوم. اكتر قطعة حبيتها هي بريق الكريمة وعلبة السكر، وطبعا الحلويات كتير كتير حلوين، كتير شكلهم حلو كأنه حقيقي. هي كل المجموعة حلوة بصراحة، مالي عرفانة اي قطعة اختار، كلهم حلوين. بس مالكون اكتر شي حبيت الحلويات وعلبة السكر، انه شكلها مثل الحقيقية تمام. اتمنى تكون عجبتكم المجموعة، ما انسوا تحطولنا لايك وتخبرونا شو اكتر شي عجبكم فيها. ما انسوا لايك وشير والاشتراك، نقول مرة بتشوفوا قناتنا، والسلام عليكم.